مساء الخير على كل اصدقاء جروب مارسوليا، يا رب تكونوا بخير وسعاده. معاكم النهارده بتيب اوف ذا داي، فيديو قصير عن حل المشكله بتواجهنا ككرافترز او بنستخدم الادوات بتاعه الكرافتس. المشكله النهارده او حل مشكله النهارده للناس اللي بتعمل سكراب بوكينجز او بتستخدم عامه، يعني حتى لو ما بتعملش حاجه بس بتستخدم الخرامات بانواعها، سواء الخرامه اللي باتنين عين او الوان هول بانشر اللي هي بخرامه واحده، او حتى لو بالثلاثه ايا ما يكون. كتير بتواجهنا مشكله ان احنا مثلا مشكلتين. المشكله الاولى لما نيجي نخرم بيحصل معانا كده، نلاقي الخرامه فجاه ما بقتش تخرم وبيطلع معانا شكل الورق بالمنظر ده. وتاني حاجه انه لو احنا بنستخدم الاكلاسرات او الفايلز اللي هي بيبقى فيها حديد، فممكن مثلا الورقه لو اتشدت جامد انه الورقه تتقطع مننا، فبالتالي شغل اللي احنا بنعمله يعني حرام بيضيع. فاحنا حل ان احنا نبتدي بحل المشكله الثانيه اللي هو ازاي نقدر نحافظ على الهولز او الاخرام دي انها ما تتقطعش وتفضل موجوده مستمره معانا، والشغل اللي بنعمله على الورق ما يبصش مننا. لما نزلت المكتبات لقيت انه في حاجه اسمها رينجز، هي حلقات، يعني هي كانت موجوده من زمان بصراحه، وانا بدور في الدرج عندي لقيتها، فقلت انه الكل يستفيد من الفكره دي. دي حلقات بتتباع في المكتبات او حتى لو رحتوا الفجاله هتلاقوها. الفكره في الحلقات دي ان احنا هي زمان النوع اللي كان موجود زمان ان هو بيبقى معتم، ما بيبقاش شفاف، فلما بنيجي نستخدمه بنيجي نقوم بنشيل الحلقه كده وبنقوم حاطينها على الخرم بالمنظر ده، فبالتالي احنا كده خلاص حافظنا على الاخرام. وبنحط بقى بعدد الاخرام اللي موجوده، مهما شدينا مش هيتقطع مننا لان ده بلاستيك متين. دلوقتي حاليا المتوفر في المكتبات فيه منه اللي هو اللون المعتم ده، وفيه بلاستيك الشفاف بحيث انه ما يبانش ان احنا حاطين الرينج ده، فمثلا اللون ما يبقاش مختلف زي ما احنا شايفين مثلا هنا الورق اورنج، فما يبقاش فيه اختلاف في الورقه. وان كان في ناس بتحب، وانا من النوع ده، ناس تشتغل مثلا انه كانه مثلا مدي شكل جمالي يعني، فزي ما انتوا تحبوا. في النوعين موجودين، الباكت بيبقى تقريبا فيه في حدود بخمسه او ست ورقات، انا مش عارفه سعره بصراحه لان ده كنت جايباه من فتره طويله قوي، بس انا حبيت اقول لكم عليه. سواء في المكتبات الكبيره هتلاقوه، لو نزلتوا الفجاله برضو هتلاقوه. هو اسمه رينجز او حلقات اللي هي بتحافظ على الاخرام بتاعه الورق الاي 4 او ايا ما يكون. فده كان حل لطيف جدا انا لقيته، لانه لقيت ناس كتير بتشتكي من انه الورق اللي بيعملوه ممكن بيتقطع منهم، بالذات الناس اللي بتستخدم الرينجز. طيب تاني حاجه بقى فيما يخص الخرامه نفسها، كتير زي ما قلت لكم لما بنيجي نخرم بيطلع لنا الشكل ده، فبنلاقي قدامنا حل من اتنين. انا يعني كنت بتخيل زمان ان الخرامه باظت وبالتالي فما ينفعش نستخدمها، فكنت بشتري خرامات كتير لحد ما اضطريت بقى ان انا ما كانش عندي اوبشن ان انا يعني هقدر انزل اشتري خرامه، كنت محتاجه ان الخرامه دلوقتي حالا. فكان الحل اللطيف اللي اكيد موجود في كل بيت هو الحل السحري ده، الشكوش. الفكره بقى ان احنا نستخدمه ازاي عشان نرجع الخرامه تبقى جديده تاني. احنا دلوقتي هنجيب الخرامه، لما هنيجي انا طبعا خلاص صلحت الخرامه دي، بس انا هوريكم عليها عملي. لما اجي اخرم هحط عادي الورق في الخرامه، هضغط كده عادي وانا دايسه كده وانا بخرم، هقوم جايبه بس هبقى حطاها على الديسك الناشف كده، يعني مش هبقى مستابق ايدينا عشان ايدينا خفيفه، هقوم حطاها كده وهقوم دقه على الراس. خلاص هي كده خرمت معانا. لو حبينا بقى احنا نيجي نجربها بعد كده تاني اهو، خلاص رجعت بتخرم تاني معانا، رجعت تخرم تاني معانا. نفس الكلام لو الون هول بانشر، الخرامه اللي بعين واحده، كانت انا كنت بصراحه لسه جايباها وبعدين فجاه لقيتها كده من فتره اللي هو جيت اخرمها طلعت لي الشكل اللي هو ده، بس فتخيلتها انها باظت، فجيت فكرت في نفس الفكره، جبت موضوع الشاكوش ودست عليه وانا قافله على الراس بتاعه، دقيت على الراس وانا قافله عليه كده، دقيت جامد، الخرامه رجعت تشتغل تاني. فانا شايفه انه ده حل عملي وسهل ولطيف، والشاكوش يعني مفيش بيكره فيهوش شاكوش، وحتى لو حبينا ان احنا نجيب فيعني الموضوع ما يعني الشاكوش مش غالي، يعني هنلاقيه عند اي موان. بس اهم حاجه ان احنا واحنا بنضرب يعني بلاش نضرب بعنف، ولو استخدمنا شاكوش بيبقى فيه انواع شواكيش تقيله، بلاش الشاكوش التقيل، خلينا نستخدم ده شاكوش خفيف، يعني مش لا تقيل ولا خفيف. فاحنا واحنا بندق يعني ندق كده بس خبطتين
على كل عين احنا هنحس ان الورق ابتدى ينزل معانا، انما بلاش ان احنا ندق الدقه الجامده دي لو احنا بنحس ان احنا نكسر الخرامه مننا. اتمنى يا رب التب بتاعت النهارده تكون افادتكم، سواء بخصوص الرينجز او مشكله حل الخرامه، ويا رب يومكم سعيد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو قريب وديب جديده تقدر تفيدنا كلنا.